سيبيريا وهم، أرض من جليد صامتة وأسطورية ولا يمكن تخيلها. لا تظهر سيبيريا واضحة على الخريطة، فهي مكان يفتقر إلى التميز الجغرافي. إنها عبارة عن أرض بيضاء مجمدة مساحتها 13 مليون كيلومتر مربع، تمتد شرقي جبال الأورال. ماجادان مدينة سكنية فيها 15,000 نسمة، تقع في أقصى شرق روسيا. يحضر تشرين الأول أكتوبر معه الليل القطبي. يمكن لدرجات الحرارة أن تنخفض حتى 70 درجة مئوية تحت الصفر. يقول السيبيريون على سبيل المزاح: هنا يوجد 12 شهرا من الشتاء والباقي هو فصل الصيف. في هذا الجزء من العالم تشكل الشاحنات وسيلة النقل الوحيدة والطريقة الوحيدة لتموين القرى المعزولة. من دونها لن تكون سيبيريا أكثر من صحراء. جنادي ونيكولاي أخوان من أوكرانيا وجدا عملا هنا. كلاهما أصبحا سائقي شاحنات ثم تزوجا وقررا البقاء في سيبيريا. في هذا الصباح الأخ الأصغر جنادي الذي يرتدي القبعة الزرقاء سيجازف بحياته على الطريق الذي يجتاز التايغا. قلة من السائقين يجازفون بعبور هذا الطريق الخطر. جنادي رجل صلب يقارب طوله المترين. إنه متهور جدا وانعزالي لا يخشى شيئا. القيادة مدة 3 أيام من دون نوم في هذا المناخ الضاري هو تحد يحلم به. يعلم جنادي أنه سيكون وحده على الطريق إلى كوباكا. لن يستطيع أحد مساعدته إن تعطلت شاحنته أو تعرض لحادث. ماجادان ميناء استراتيجي. مع أن القوارب تعلق في الجليد مدة 9 أشهر، إلا أن ماجادان خلال الأشهر الثلاثة الباقية يصبح ميناء تجاريا وعسكريا. ينقل جنادي 20 طنا من المعدات الكهربائية إلى منجم ذهب قريب من الدائرة القطبية. عليه أن يراقب كل شيء، ففي السوق السوداء الروسية كل شيء يحمله بدءا بالبراغي وانتهاءا بالعنفات الكهربائية يمكن أن يباع ثانية، وجنادي وحده مسؤول عن هذه المواد. في طريقه خارج البلدة عليه أن يتوقف في جاي، وهو حاجز طريق تفتش عنده الشرطة والجمارك كل شيء يدخل أو يخرج من البلدة. فنظام الانفتاح السياسي والاقتصادي الروسي لم يصل إلى الأورال بعد. آخر محطة وقود تقع على بعد 400 كيلومتر خارج البلدة. يملأ جنادي خزاناته الأساسية والاحتياطية قبل بدء رحلته التي طولها 700 كيلومتر من الجليد والريح.
يجتاز الطريق كوليما من الجنوب إلى الشمال، تم شقه على أيدي سجناء معسكرات الاعتقال من أجل استخراج ذهب المنجم. لا يمكن استخدامه في الشتاء، وخلال شهري الصيف يصبح حفرة طين غير سالكة. شاحنته من نوع كماز التي يعود تصميمها إلى 30 عاما، فيها 4 سرعات ومحورا عجلات. لو كانت في أوروبا لأصبحت خردة. هذا الطريق ضيق جدا، يجب أن نركز، إنه خطير جدا. إنه زلق كحلبة من الجليد وفيه الكثير من الفجوات. الرؤية ضعيفة ولا أعلم أبدا ماذا يوجد أمامي. من الصعب أن أناور بشاحنتي وأنحرف من اليسار إلى اليمين. إنه ليس طريقا بل مسار مغطى بالجليد في الشتاء. يمكن للحوادث أن تكون قاتلة، ولكن هنا في التايغا فهو الطريق الذي يجب أن نسلكه. عندما كنت أصغر سنا كنت أستمتع بهذا، كان عملا مهيبا، والآن أمارس هذا العمل على أنه عمل فقط لأنني مجبر على ذلك. ولكن عندما لا أعمل أشعر بالضجر. لماذا؟ لا أعلم، ربما هي المغامرة. الليلة سيستمر جنادي بالقيادة. ليس لديه ما يكفي من الوقود ليتوقف، فهنا لا يمكن إطفاء المحرك لأن درجة الحرارة تعادل 60 درجة مئوية تحت الصفر. لن يعيش جنادي أكثر من 10 دقائق من دون حرارة. لم يختر مجال العمل هذا من أجل المال فحسب. ما يحبه هو المساحات العريضة المفتوحة والعزلة والمجازفة. وفوق كل شيء، وكأخيه نيكولاي وأكثرية السائقين، فهو يحب أن يعلم بأنه مفيد ولا يمكن الاستغناء عنه. هذا الطريق الشتوي صعب جدا. أولا لا أستطيع القيادة ببطء لأنني لن أتمكن من تشغيل المحرك ثانية في حال تعطل بسبب هذه البرودة. وثانيا المسار ضيق جدا، إلى حد أنني إن أسرعت وتجاوزت شاحنة أخرى فقد أعلق بالقناة. أنا أخشى هذا المسار. سواء كنت أقود في طريق معبد أو في طريق كهذا فلا فرق، الشركة تدفع مقابل الحمولة فقط. هذا كل شيء. بعد ساعات عدة فوق هذا الطريق أنا الآن متعب وأشعر بألم في عضلات كتفي وفي ذراعي. هناك الكثير من الأعطال الميكانيكية كوقوع خزان ما أو انحلال الحمولة أو تجمد الوقود.
في الليل لا خيار أمامي سوى الخروج وإجراء الإصلاحات. الأمر صعب جدا وسط درجة حرارة تعادل 45 تحت الصفر. في هذه الرحلة الطويلة علينا أن ندخر الوقود لأنه لا يوجد محطات وقود. علي الآن أن أتوقف لأملأ خزان الوقود بوساطة السيفون. طول هذا الطريق 375 كيلومترا. سيكون الأمر أسهل مع 6 عجلات. هذا جوهري في هذه المنطقة الجبلية. أولا الصعود أفضل، وثانيا يصبح النزول أكثر أمنا. شاحنتي من نوع كاماز وهي سيئة جدا، إنها حقا ليست مناسبة لهذا النوع من العمل. تسبب البرودة ارتخاء المكابح، يجب إحكامها. لذا يخرج جنادي وسط طقس تعادل حرارته 30 درجة مئوية تحت الصفر، ويصلح المكابح بنفسه بالأدوات التي يستطيع إيجادها أيا كانت. خروج. في الماضي كنت أكسب ما يكفي من المال بحيث أتمكن من الأكل في مقاصف الشاحنات، ولكن الآن ومع أجوري القليلة فعلي أن أكل وأنام في شاحنتي. ها
هذا الشاي ساخن لذيذ. ما دمت انتعشت الآن فعلي الذهاب. بعد يومين وليلتين على الطريق يصل جنادي إلى كوباكا. إنه من أكبر مناجم الذهب في المنطقة. منذ نظام الانفتاح أصبح هذا المنجم تحت إدارة مجموعة أمريكية، لكن كل العمال روس، فسيبيريا تحتاج إلى أذرع قوية. عند بداية ظهور المنجم عام 1970 كانوا يدفعون مرتبات أعلى، تقريبا أعلى بنسبة 100% في مناطق كهذا. تعد سيبيريا تقريبا مثل الغرب الأمريكي، فالناس أقل بيروقراطية مما هم في بقية روسيا. إنهم منعزلون، فالعمال رواد لا جذور لهم، والقاسم المشترك بينهم هو أنهم جاءوا للعمل في سيبيريا بحثا عن المال والربح السهل أو للهرب من ماض صعب. جنادي سعيد، فقد أوصل حمولته في الموعد المحدد، حتى إنه سيحمل بعض الفحم ليسلمه إلى قرية صغيرة في طريق عودته. في أرض العزلة هذه لا يقدر الرجل إلا أن يعتمد على نفسه. هناك عدة إشارات قليلة تدل على الصداقة، وعدة كلمات يتم تبادلها بين السائقين. في سيبيريا كما في بقية الإمبراطورية السابقة، هناك نوع من القسوة السوفيتية السائدة. تخضع المناجم دائما للبناء، لكن هذا غير مهم. الأمر المهم هو أنها تصمد مدة طويلة بما يكفي لاستخراج المواد النفيسة منها. بعدها يتم هجرها وبناء مصانع أخرى مؤقتة في مكان آخر، وهي بدورها ستهجر أيضا. في آخر مرة كنت فيها على هذا الطريق أوشك خزان الوقود على النفاد. لاحظته بعد فوات الأوان وتعطلت الشاحنة. عبأ لي الأحمق الوقود الخطأ.
أعطاني وقودا شتويا بدلا من الوقود القطبي الذي لا يتجمد. عندما قمت بسيفنة المصفاة كانت مملوءة بزيت البرافين، تجمد المحرك والمشعاع تماما. في حالة تعطل الشاحنة أحيانا يتحتم علينا انتظار المساعدة مدة يومين. الوقود والعجلات أهم شيئين بالنسبة إلينا. لقد ضحيت بعجلة وببعض الوقود لأشعل نارا أمام الشاحنة حتى أذيب الجليد عن المحرك، وأشعلت نارا أخرى لأدفئ نفسي. مع درجة حرارة تعادل 47 درجة مئوية تحت الصفر لا نستطيع البقاء أحياء أثناء الليل. بالنسبة إلي كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لأبقى على قيد الحياة. يجعلني هذا الطقس عصبيا ومتوترا، لا يمكن أن أعرف أبدا ما يمكن أن يحدث عند المعبر الجبلي. هذا الجزء من الطريق وحتى كوباكا جحيم حقيقي. المشكلة هي أن الشاحنات كثيرا ما تنزلق وتتوقف بشكل جانبي مغلقة الطريق. انظروا إلى ذلك الأحمق، لقد ركن شاحنته هناك. ها قد قرر الانطلاق عندما وصلت. لا يمكن أن تفعل ذلك هنا. القاعدة الأولى في المعابر الجبلية المتجمدة هي عدم التوقف أبدا. في هذه المرة ينجح جنادي، وذلك بفضل حمولته من الفحم. عندما أكون وحدي على الطريق أحلم بالسفر إلى مصر ورؤية الأهرام. أتخيل نفسي على جزيرة صحراوية تحت أشعة الشمس. ربما أحلم بزيارة فرنسا ورؤية الحياة في باريس، لكن طالما أردت رؤية نهر النيل. لا نستطيع أن نفهم لماذا النهر أصفر. إنه ليس كنهر الفولغا. في هذه الأثناء في ماجادان وجد أخوه الأكبر نيكولاي عملا. سيذهب لإحضار الفحم من منجم كوليما الرئيسي ليزود القرى الصغيرة المعزولة في الشمال الكبير. نيكولاي يختلف عن أخيه، إنه أكثر حذرا وتبصرا. الطريق الذي سيسلكه هو الوحيد المعبد. يجب أن يكون حذرا، لأن الشاحنات القادمة من الجانب الآخر غالبا ما تكون فارغة وتنطلق بسرعة تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة، فالحوادث تحدث كثيرا هنا. كنت أدرس لأصبح عامل سكك حديدية في الغرب. لقد أحببت القطارات. بعد عدة سنوات أتيت إلى هنا لأقابل خطيبتي.
في هذا الجزء من روسيا لا توجد سكة حديد، لذا أصبحت سائق شاحنة. كان عملا مثيرا، خضعت لفترة التدريب واجتزت الاختبار وبدأت أقوم بالرحلات. أنا أحمل الفحم منذ 26 عاما إلى بلدة كوليما. إنه عمل شاق ولكنه مصدر رزق، إنه ممتع بما يكفي. تنخفض الحرارة في هذه المنطقة خلال الشتاء إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، وهناك دائما ريح وضباب، الرؤية ضعيفة وتقع الكثير من الحوادث. البارحة صدمت سيارة شاحنة، لكن أصعب شيء هو المسافات الطويلة التي تمضيها من دون إنسان تتواصل معه. في الماضي كانت هناك خدمات على الطريق العام الرئيس، كان الميكانيكيون يساعدوننا على إجراء الإصلاحات، كنا نعمل 10 ساعات يوميا. تغيرت الأمور بعد الانفتاح، كل هذا اختفى وعلينا أن نحل مشكلاتنا بأنفسنا. حتى أجني ما يكفي من المال علي أن أعمل ساعات طويلة. أنا أنام في شاحنتي من دون وسائل راحة، وعندما لا تكون الشاحنة محملة فأنا لا أجني أي مال، وأضطر إلى القيادة مدة 15 ساعة يوميا وأحيانا 20 ساعة من دون نوم. تأتي أكثر من 200 شاحنة كل يوم لتحمل نصيبها من الفحم من هذا المنجم. تعتمد المنطقة كلها على سائقي الشاحنات من أجل تأمين معدات الكهرباء والتدفئة. تحميل الشاحنة عملية حساسة، إذ يجب الحرص على توزيع الفحم على نحو متساو. إن كانت الحمولة غير متوازنة فستفقد الشاحنة السيطرة بسرعة وهي تسلك الطريق. في كوباكا الصبر ضروري. بعد 8 ساعات على الطريق قد يضطر السائق إلى الانتظار 12 ساعة لوزن شاحنته فارغة ثم محملة. في ظل هذه الظروف لا أحد يميل إلى خوض الأحاديث التافهة. على نيكولاي أن يسلم الفحم إلى قرية لوشكالاك والتي تبعد مسافة 200 كيلومترا في اتجاه الجنوب. غالبا ما أنظر إلى القمر في الشتاء، إنه أبيض تماما.
أقول لنفسي أرجو ألا تتعطل شاحنتي وإلا ستكون النهاية. في حال حدوث انهيار ثلجي أو أي أزمة أخرى ستموت إن كنت لا تعلم كيف تتعامل مع الوضع كإجراء الإصلاحات وإشعال النار. على هذا الطريق كان لدي صديق حوصر في عاصفة ثلجية، لقد تجمدت أصابعه وأصبحت سوداء ولذلك تم بترها. الريح الجليدية تتسبب بانخفاض سريع في درجات الحرارة، والمعدن يصبح ساخنا جدا إلى حد أنه يستحيل إجراء إصلاحات ميكانيكية ونحن نضع القفازات. علينا أن نستخدم أيدينا مباشرة وهذا خطر، لأن أيدينا ووجوهنا يمكن أن تتجمد خلال لحظات وسط درجات الحرارة الجليدية هذه. أخي جينادي يملك يدين مدهشتين ويعمل في درجة حرارة تعادل 60 تحت الصفر، إنه مجنون. القيادة في فصل الشتاء مجازفة كبيرة. الطبيعة في هذا البلد جميلة حقا، وخصوصا في الخريف الرائع، هناك كل ألوان قوس قزح، الأصفر والبرتقالي، إنها ساحرة تماما. للأسف خلال هذا الوقت من السنة لا يقدر المرء أن يرى كل هذه الأشياء. النهر هنا صاف جدا وصيد السمك ممتاز. بعد 20 عاما من اجتياز كوليما يتوقف نيكولاي في محطاته وتحويلات طريقه الإجبارية بإخلاص. في هذه القرية الصغيرة الأفقر في المقاطعة يعيش أحد أصدقائه القدامى واسمه سيرجي. هيا لنشرب فنجانا من الشاي، رائحته غريبة، أهو تبن؟ لا، إنه مزيج من الأعشاب العطرية والشاي الهندي. أعطني السكر. تفضل. متى فقدت زوجتك؟ قبل 4 سنوات. هل العيش وحدك صعب جدا؟ لا بأس. هكذا لا بأس. لو كانت زوجتك حية لأعدت لك بعض الباستا، وكنت ستتمكن من العودة إلى الصيد أو صيد السمك. القرويون يحضرون لك الماء على الأقل. أنا أستطيع حمل 3 براميل أو 4، وهذا يكفيني. نحن نعرف بعضنا منذ 20 عاما. بل أكثر. مرت 26 عاما منذ أتيت لأراك أول مرة. صحيح. لم أرى مؤونتك من الفحم، أين وضعتها؟ وضعتها في المرآب. إذن ستكون بخير هذا الشتاء. أجل، سآتي وأراك الأسبوع القادم، سأحضر لك شيئا تأكله. إلى اللقاء، انتبه لنفسك. الناس في قرية كوليما يستطيعون العيش فقط لأننا نؤمن مستلزماتهم الضرورية، وإلا فإنهم سيموتون من البرد والجوع. نحن نحمل الشاي والخشب والفحم وأي شيء يمكن أن يحتاجوه. يموت الناس بسرعة من دون الفحم. تجمدت قرية كاملة قبل عيد الميلاد. لا يرغب السائقون في الابتعاد عن بيوتهم كثيرا بسبب الطقس والانهيارات الثلجية. 5 أيام في حرارة تعادل 65 درجة مئوية تحت الصفر أدت إلى تجمد القرية خلال 48 ساعة. لن أنسى هذا أبدا. عملي ضروري للسكان، ففي شتاء يدوم 9 أشهر نحن صلة اتصالهم الوحيدة مع العالم الخارجي. مرجل الفحم هو قلب القرية، يتم تشغيله على مدى 320 يوما من السنة. يعمل الرجال في نوبات مدتها 4 ساعات ليلا نهارا لتزويد المرجل بالفحم. من دونه لن يبقى للقرية وجود.
Ну все, давай заставим. Лысым сработал. Проиграл. Давай еще разочек. Ну вы тут, конечно, руки-то понабили, знаете. А я-то кого? Ты с тобой не играешь. Я не играю. О, давай. А у нас вот в гараже играет наш покер. Играете в покер? أرض معتقلات الأعمال الشاقة منحت سيبيريا صورة مرعبة. رحل ستالين أعدادا كاملة من السكان إلى سيبيريا، وكثيرون منهم اختفوا تماما. مليونان من العمال تقريبا أجبروا على العمل في أكثر من 2000 مخيم. بني الاقتصاد السيبيري على عملهم بشكل أساسي، لكن بالنسبة إلى نيكولاي وأخيه جنادي تبقى سيبيريا منطقة عذراء. إنها أرض يستطيع فيها هؤلاء الرجال أن يشعروا بأنهم مفيدون وأحرار. لماذا تتباطأ؟ أسرع أكثر. الوقت يمضي. حسناً. هذا أفضل. يتوقف نيكولاي في لوشكالاك لينتظر أخاه، فهو يعرف خط رحلة جنادي وأنه سيمر من هنا الليلة. لديهما المهمة نفسها، نقل حمولة أخرى من الفحم إلى أرمان. عدة ساعات من الراحة في محطة الشاحنات تنفع دائما، خصوصا أن انتظار جنادي يمكن أن يكون طويلا. لكن هذا غير مهم، فالليلة نيكولاي سعيد. كان يأمل منذ أكثر من شهر أن ينطلق في الرحلة مع أخيه. نحن نسلك طرقا مختلفة في معظم الأحيان، ومن النادر جدا أن نلتقي. أحيانا يحدث ذلك، عندها نتدارك ما فاتنا. نحن نستمتع معا، نذهب إلى منتجع ونأخذ حمام بخار. اشرب اشرب. أتظن أنني أخشى أن يعلم الناس ذلك؟ ليس تماما. سأقود غدا ولا أريد أن تفوح مني رائحة الكحول. انفجرت كل الأصمة، ستصلحها في البيت. لقد فصلت كل الأسلاك ومحرك التشغيل معطل، لقد أنهكته كليا. كل الأسلاك مفصولة، درج السيارة عالق. ألديك صمام من أجل مروحة الكهربائية؟ فقدت كل أصمتي. كان معي واحد، سأجده من أجلك، لكن ليس لدينا الكثير. شكرا على الفطيرة، يجب أن أنام الآن. انتظر، سأشعل لك الضوء. ابتعد، سأغادر من جهتك. يجب أن ننام. Так, и выключатели выключаю. О,
спать полезем. Это вот сегодня хорошо, что так вот. كنت اليوم محظوظا ولم أواجه أي مشكلات، لكنني أحيانا أقطع فقط 100 كيلومتر في اليوم لأنني غالبا ما أقوم بالإصلاحات، وأحيانا عندما لا أنهي المسافة المحددة فإنهم لا يدفعون لي. أنا أقود بحرية وأكسب ما يكفي من المال فقط لأطعم عائلتي. أنا متعب حقا. إنها 6 صباحا في مطبخ محطة الشاحنات الصغير، تطهى كرات لحم أيائل الرنة في الفرن سلفا. عند تناول الفطور يضع الأخوان خطة خط رحلتهما. لدي 500 لتر من الوقود. أنا لم أكد أستهلك شيئا. يجب أن تتزود بالوقود. لدي 100 لتر وسيكفيني ما معي. الأمر ليس سهلا هناك. لا تتوقف عند المعبر. إن توقفت عند المنعطف فسأقطرك. سأذهب أمامك. حسنا، لكنني سأحاول أولا الذهاب وحدي. في المرة السابقة انزلق، من المستحيل اجتياز الانعطاف الأول. يغادران بعضهما في إثر بعض لتسليم 50 طنا من الفحم على بعد 800 كيلومتر في اتجاه الجنوب. القيادة معا أمر مطمئن أكثر، فالطريق الذي يسلكانه من أصعب الطرق في المنطقة. المعابر على ارتفاع 2000 متر، وشاحنتاهما ليستا معدتين تماما من أجل هذه الطرق الجبلية. صعود المنحدرات الجليدية من دون سلاسل ثلجية أمر يشبه المعجزة حتى بالنسبة إلى سائقي الشاحنات السيبيريين. أخطر شيئا هو نزول التلة، فمن المستحيل استخدام المكابح لأن هذا سيؤدي إلى كارثة وستنقلب الشاحنة فوق الحاجز. لذا عليهما النزول باستخدام ذراع علبة السرعة بحيث يعدلان السرعة حتى لا تنحرف العربة المقطورة وتدفع الشاحنة نحو الوادي. على هذه الطرق التي تشبه حلبات التزلج تقع الكثير من الحوادث القاتلة. القبور التي في قمة كل معبر تذكر السائقين بالمجازفة التي يعيشونها.
توقف بسيط لم يخططا له قرب النهر. جنادي يواجه مشكلة جديدة، هناك تسرب في المشعاع ولم تعد لديه تدفئة. الديمقراطية جيدة عندما تنجح، ولكن على الناس أن يفهموا معنى الديمقراطية. لا يكفي فقط أن نصرخ مطالبين بالحرية إن كنا لا نعرف معناها. لا تستطيع الحرية مساعدتنا، انظروا ماذا سببت لنا الحرية. حتى عام 1991 كنت أضمن تقاعدي وتقاعد عائلتي، وضعت مالا في المصرف بقيمة 5000 روبل لكل طفل من أطفالي، وهذا كان يساوي الكثير في ذلك الوقت. 10 أشهر من العمل الشاق هنا، لم يستطع أبي أبدا أن يجمع هذا القدر من المال في حياته. للأسف بعد عام 1991 تغير كل شيء مع تخفيض قيمة العملة، لذا أنا لا أملك شيئا الآن، لقد خسرت كل شيء. هذه هي الديمقراطية. اليوم علي أن أبدأ من جديد وأعمل بجد أكبر من أجل تأمين تقاعدي. Пошло. Сейчас надо мне что-то это. Я не шевелил, не пойдет. Кофеек будем или чего? Кофе, конечно. Сухарик делать. Что ты с ней сделал, сухарик? А ему 100 лет. Да зачем мне здесь? Выключай. Ну ты чай заваривай там, сразу, заваривай. А туда прям, давай сразу. Так это кофе, не надо. А чаю нету. Давай кофе. أرمان قرية صيد سمك صغيرة مدفونة في أسفل الوادي، لا يمكن الوصول إليها إلا بوساطة شاحنات مرتين أو 3 مرات فقط في الشتاء. إن حدثت عاصفة ثلجية فقد يظل سائق الشاحنات عالقين عدة أسابيع، وخطر حدوث انهيار ثلجي كبير جدا. سيء الحظ جنادي كسر عتلة المكابح عندما كان يناور بشاحنته، لا يبدو أن هذا يقلقه كثيرا.
نعود إلى مجدان، العاصمة القديمة لمخيمات الاعتقال، عاصمة الزك، وهم المحتجزون القدماء في المخيمات وفي مقاطعة كوليما. في عهد ستالين كان هناك معسكر اعتقال في المكان الذي يقوم فيه الآن منزل جنادي ونيكولاي. هناك حيث يعملان ويرقصان كان ثمة معسكر اعتقال، لكن في هذه القرية قرر نيكولاي وجنادي أن يعيشا ويكونا عائلتيهما. إنهما يأتيان إلى هنا بين مهمة وأخرى ليمضيا اليوم في الراحة ويستمتعا بوقتهما. بالنسبة إليهما زمن معسكرات الاعتقال انتهى إلى الأبد. يجب ألا تكون سيبيريا مرادفة للرعب بعد الآن. هيا يا أخي لنشرب نخب نجاح رحلتنا. على أمل ألا نواجه الكثير من المشكلات. سأغادر غدا. هذه الفودكا مذهلة. لا نشبع منها أبدا.